تتزاحم الأزمات على العراقيين وتتراكم المأساة التي تتجلى في كل تفاصيل الحياة. أسرة أنبارية من مدينة الرمادي تمثل نموذجاً مؤلماً لما تعيشه شرائح واسعة من العراقيين الذين تمر بهم المحن دون أن يجدوا من يقيل عثراتهم. الأسرة مصابة بالفشل الكلوي، توفي 3 أخوة وبقي 1 مصاب هو الآخر بذات المرض، وهو المعيل 12 شخصاً منهم زوجات أخوته المتوفين وأطفالهم. مرض ابتلانا رب العالمين، نقول الحمد لله. والله احنا 4 أخوان بهاي المرض، وانا بقيت المعين، الله المعين على هاي العائلة، 12 نفر برقبتي زين، واخوتي كلهم متوفين. اسأل الطيبين الخيرين اني ينظرون بحالنا. اي والله الحكومة، اسأل الحكومة زين، وزير الصحة ان ينظر بحالتنا. احنا عائلة 4، حمويني 4، زوجي توفى بالكلى، حماية هم توفى بالكلى، حماية الثالث هم توفى بالكلى، وظلنا بس هذا المعين الوحيد إلنا، وإحنا كوم أرامل وذولا أيتام، والحجية عمتي مقعدة ما تقدر لا تقوم لا تقدر تتصرف لا شيء، وما عدنا لا البيت بعناه، ما عدنا مصدر عيشة اللي نعيشهم نقدر عليه. هو الوحيد كان يعول بينا هسه وقع، يعني ما يقدر لا يقدر يقدر يشتغل، لا يقدر مرات للغسل، والله ما عنده إمكانية كروة السيارة يأجرها يطلع بها يروح للغسل. تعيش هذه الأسرة بدون أي راتب، باعوا بيتهم وباتوا يسكنون بالإيجار. المصائب التي حلت بهم أقعدت أمهم المفجوعة بثلاثة من أبنائها. والمرض ما يعذر يا وليدي، والما عنده مو ما يقدر منين يجيب يدبر، أريدها من الله ومن هالطيبين إن شاء الله يرحمون بحالته، بس شيء يزرعوا له عاد على خاطر هالعائلة. دولة عائلة نكبت 3-4 نفرات كلهم بالكلى، هذا عامل وراثي الدكاترة يقولون، يعني من يصير عمره 33 سنة سبحان الله يبين هذا عنده، يصير ضمور عنده بالكلى وتوقف. فالناشد الناس الطيبة، الناشد الحكومة، الناشد الصحة، وين دورها الصحة؟ خل تجي شوف هاي الناس اللي يعني بس الله ينظر لهم. فما يعني ما اعرف بعد شلون نحكي لهم، ذولا ناس يعني واقعين تحت الصفر. يناشد عامر واهله الجهات الحكومية تعله يجد صدى لندائه، فهو يضطر لغسل كليتيه 3 مرات في الاسبوع، وبات بامس الحاجة لزراعة كلية بتكلفة 50 مليون دينار، مبلغ قد لا يساوي شيئا في حسابات اليوم، لكنه كفيل بانقاذ حياة انسان، ومن ورائه اسرة كاملة من الضياع.